السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنتقابل النهاردة في فيديو جديد. اللي معانا ده كاسيت أول مرة يجي لنا. الكاسيت ده سانيو لونه أحمر أهوت، سماعات منفصلة، بيشتغل راديو اف ام واي ام واس دبليو، واتنين شريط كاسيت، وبرضه في وصلة ورا يشتغل على الصب. الموديل بتاعه ام شرطة دبليو 22 كي، ام شرطة 22 كي، طبعا لونه أحمر أهوت. This cassette is Sanyo model M-W22K M-W22K راديو مالتي باند اف ام اند ام اند اس دبليو اند تو تيبس ميد ان جابان كولر از ريد. ثانك يو. رهتنا عليه من السحر. عبد الوهاب عام 1944 حين سافر إلى مصر، وفي عام 1947 سافر مع فرقة فنية إلى سافو الدولية لتعزيز آليات تحقيق أهداف التنمية. يؤكد أن الانتخابات النيابية تمثل مستمعي في كل مكان مبارك بعد رؤسية 36 زي ما شفنا الفيديو مع بعض ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم. ده كاسيت سانيو لونه احمر، سماعات بتتفصل، ممكن يشتغل برضه زي صب راديو اف ام واي ام واس دبليو، واثنين شريط كاسيت. الموديل بتاعه ام شرطه دبليو 22 كي، طبعا صنع في اليابان. ان شاء الله الفيديو ينول اعجاب حضراتكم، نتقابل فيديو جديد. شكرا. ذيس كاسيت از سانيو راديو مالتي باند اف ام اند ام اند اس دبليو اند تو تيبس موديل ام داش دبليو 22 كي ميد ان جابان. ثانك يو.